الحرام اللي فلح فيها أبوه مات فيه، تضرب القصاص فيهم في الأجال العاجل. يعني حضرتك في طفل لسه ما اتولد. أيوة هو في بطن أمه، هو في بطن أمه، هو في بطن أمه، أبوه ما فلحش فيه، الصديقة اللي فلح فيها مات فيه. يعني هو في اليوم اللي عرف إن هي حامل توفى. آه والله 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 في الدقيقة اللي عرف فيها محمود مات فيه. محمد ما شافش حاجي، وكرم جاي من الشغل مسبح وطالع مستحم وطالع. يا ابو يا ولاد يا شقى عمري، يا ابو يا شقى عمري. عايزة حق جوزي، عايزة حق ولدي، عايزة حقه اللي ليه 10 سنين في السعودية ما شافش حاجة ولا لهش دعوة بالمشاكل خالص، جاي يروح موتينه على طول. طب عمل ايه هو واخواته؟ لهم شزام لا شافوش شاي، لسه يا دوبه 27 يوم في اليوم اللي فرح فيه موتوه فيه، يطلع ملهوش ذنب، ضربوا على طول فيهم، عملوش حاجة هم ولا لهمش دعوة بالمشاكل خالص. طلبة بالقصاص كلهم يتعدموا، عايزينهم كلهم ياخدوا اعدام، كلهم عايزينهم يتعدموا، عايزينهم الحكومة تجيبهم مرحلين من السعودية كلهم، كل اللي هاربين مكارم واحفاده وعياله كلهم يجيبوهم مرحلين من السعودية. الحكومة نفسها اصلا اتخذ رشاوى. حضرتكم من داخل محافظة سوهاج، شكرا على حسن المتابعة.